الأهل والأحباب داخل وخارج الوطن الحبيب، متعكم الله بالصحة والعافية. يتجدد اللقاء عبر قناة الشروق الفضائية، وحلقة جديدة من الشروق مرت من هنا. حلقتنا الليلة يا إخواننا في الطريق المارق من ولاية سنار، بداية ولاية الجزيرة ومرورا حتى عاصمة ولاية الجزيرة مدينة ود مدني. نبدأه من أول المناطق ديم المشايخة، وحمر على المناطق منطقة منطقة إلى أن ندخل مدني، كل المناطق الموجودة في الخط ما بين ولاية سنار وولاية الجزيرة. أولى محطاتنا ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة اللي بديناها من مخرج مدينة سنار بداية ولاية الجزيرة. مخرج ولاية سنار بداية ولاية الجزيرة، وفي طريق ولاية الجزيرة في طريقنا إلى مدينة ود مدني. حقيقة بدينا بأول منطقة زرناها هي ديم المشايخة، وديم المشايخة اسم كبير الكل يعرفها، لكن لازم نزوره عن قرب ونطيب خاطر الناس نلاقيه ونسلمه. حقيقة أخوانا دارين نقوله يعني حشد كبير وحشد جماهيري، يؤكد المحبة، يؤكد التعاطف، يؤكد كرم وبشاشة هذا الشعب الأبي. ونحن والله ممتنين لأن في ديم المشايخة بالاستقبال الكبير ده. نحن قبل ما نبدأ سؤالنا، والله تحية لكم انتم، قبل ما نبدأ سؤالنا بنسمع مشاركات. عندنا قصيدة مهداة للشروق، انت منو؟ الأستاذ سامي عبد القادر إبراهيم، ديم المشايخة، مدينة ديم المشايخة. الشروق العزيزة انت النفوس تهواك، وفي العلا والسمو شابات للقنوات. الشروق العزيزة مين في الغنوات تسواك، موفورة الكرامة والمجد مالي سماك. غنواتك عزاز دائما تطغل علاك، في ساعة المحن تلقينا نحن حماك. بالروح والمهج والله بس نبداك، والموت والدمار مكتوب على الغنوات. حقيقة نحن سعيدين جدا بزيارة هذا الوفد الرائع من غناة الشروق، ونقول له عندما يتوارث الناس رواية على أشياء تكون الخصال بمعاني الإنسانية والألغ الشفيف. هكذا عهدناكم متميزين، ويبقى الود والاحترام باغيا ما دامت الشروق باغية. تحية كبيرة له يا أخواننا. عمنا يا حبوب أرحب بك، ونحن واحد من الأسماء القديمة المعتقة الفنية موجودة في ديم المشايخة، تشاركنا بشنو؟ الذكريات. نسمع الذكريات أخوانا كلنا مع بعض. الذكريات صادقة وجميلة مهما تجافينا، منقول حليلة وين الليلة. الذكريات بكل ليلة تحلي الحبايب أشياء كثيرة، ومن يغني يذكر خليله، ومن يعبد غطى لليله. أو ما تذكرين كثيرا أو قليلا، الذكرى تجمعنا ونمرح طويلة وين الليلة. تحية كبيرة يا أخوان، تحية لعم عباس، مرحبا بك. طيب احنا بنبدأ سؤالنا بنزله للجميع يا أخواننا في محطتنا دي. أول شيء نتعرف عليك أستاذنا يعقوب أحمد العواط. يعقوب احنا حنبدأ بك يا أخواننا. نحن في ديم المشايخة، وطالما في ديم المشايخة لازم نتحدث عن المنطقة ونتحدث عن تاريخ المنطقة. نمشي رياضيا يا أخواننا، أحد أبناء المنطقة لعب في نادي الهلال العاصمة وانتقل إلى نادي المريخ، مثل المنتخب القومي، الآن ما زال يؤدي، منو ده؟ بكري عبد القادر المدينة. بكري عبد القادر المدينة، بكري عبد القادر المدينة، تعرف عليه. بكري محمد توم. ما اللاعب أنت؟ هاي بكري محمد توم. برضه أنت بكري؟ هاي. اللاعب منو طيب؟ بكري المدينة. بكري المدينة، تعرف عليه. معتصم محمد، هي الضوء. معتصم اللاعب ده منو؟ بكري المدينة. بكري المدينة، تعرف عليه؟ محمد عبد القادر أحمد. عبد القادر لاعب ده منه؟ بكري عبد القادر. بكري عبد القادر، نتعرف عليك. نرجيل محمد توم حسين. مرحبا بك، اللاعب ده منه؟ بكري عبد القادر. بكري عبد القادر، نتعرف عليك. عمر صلاح ابراهيم. عمر، اللاعب ده منه؟ بكري عبد القادر. بكري عبد القادر، نتعرف عليك. احمد الزبير، احمد خلف الله، اللاعب ده منه؟ بكري عبد القادر. بكري عبد القادر، نتعرف عليك. محمد توم يوسف عبد المجيد، اللاعب ده منه؟ بكري عبد القادر جبور. بكري عبد القادر، نتعرف عليك. زين العابدين، بكري زين العابدين، اللاعب ده منه؟ بكري عبد القادر. بكري عبد القادر، نتعرف عليك. انس عبد العظيم. أنا سلايم بكر عبد القادر بابكر، تعرف عليه؟ عادل مصطفى.
عادل مصطفى اللاعب ده منه؟ اللاعب بكري عبد القادر بكري المدينه اللقب بكري المدينه تعرف عليه الاستاذ سامي عبد القادر ابراهيم مدينه دم المشايخه بكري عبد القادر بكري عبد القادر تعرف عليه الغسن عبد القادر جبريل بكري عبد القادر ما شاء الله اسم عبد القادر ده كثير هنا يا اخوان تعرف عليك عم نشبك منه اسمي فضل الله عبد التام فضل الله عبد التام مرحب بك لاعب من ابناء دم المشايخه لعب في الهلال والمريخ والمنتخب القومي الان ما زال يلعب ده منه ده بكري عبد القادر محمد بابكر مجلي مجلي مرحب بك تعرف عليه معتصم احمد عطيه معتصم اللاعب ده بكري عبد القادر بكري عبد القادر طيب يا اخواننا نحن سعيدين نتواصل معاكم من دائما المشايخه السؤال يا اخواننا لما نكون من المنطقه اجاباته سهله جدا جدا يتفقوا عليها الجميع نحن سالنا عن لاعب لعب لنادي الهلال ثم انتقل الى المريخ ومثل المنتخب القومي ما زال عطاه يعني سر في الملاعب هو اللاعب بكري عبد القادر الملقب ببكري المدينه او العقرب كما يحلو لجمهور المريخ انه يسموه للحركة اللي بيعملها بعد كل هدف أول زوج قال إجابة الصح يكسب معانا أنت منو؟ يعقوب أحمد العوض صفقة لي يعقوب ده صفقة حار يا أخوان مبروك عليك راح العربية يا عقوب راح العربية مبارك لعمنا يا عقوب الفائز معانا في محطتنا دي من ديم المشايخة سألنا عن لاعب لعب لنادي الهلال والمريخ والمنتخب القومي بكري عبد القادر بكري المدينة إجابته صحيحة فاز معانا بخلاط مقدم من قناة شروق صفقة له يا أخوان معاكم في حلقتنا الليلة اللي أخذناها من طريق حدود ولاية سنار وداخل ولاية الجزيرة بداية الطريق إلى أن نصل إلى واد مدني نزعت تماما نكون في زيارة إلى ديم المشايخة وحقيقة نزعت بأهلنا ناس ديم المشايخة اللي قابلونا بالحفا والترحاب والحسن الاستقبال بنزعل سؤال يا أخوان العارف الإجابة يحتفظ بها لحد الدور ما يجي عنده وإذا ما لقينا إجابة بندي خيارات كغير من يعني كغير من الوظائف أو المهن يعني والامتيازات امتازت بها ديما المشايخة كمثلها في الرياضيين والسياسيين وكذا اشتهرت بالأطباء إنها مدينة فيها كمية من الأطباء دارين نعرف الأطباء الموجودين في ديما المشايخة يقدر عددهم بكم نحن نتعرف عليكم عبد الله محمد أحمد مصطفى عبد الله مرحب بك ديما المشايخة نعم ديما المشايخة كم عددنا الأطباء أكثر من 300 طبيب 300 نتعرف عليك الطبيب نزيل محمد النزير طيب من ديم المشايخ نعم ديم المشايخ نعم بتغدرهم بكم الأطباء والله كمية كبيرة كم ما بحدد كمية قدر كم يعني تقدير 500 حصلوها إن شاء الله 500 شخص 500 منو نادي الصادق نادي مرحب بك من ديم المشايخ هاي يا تحي حي البريطاني هنا عندكم البريطاني هاي وتاني عندكم شنو عندنا كثير حي الرياض وعندنا حي ياسين والزيور وكله والشاطي ما شاء الله والله ما في كلام والله ما في كلام والله أسماء كمان وحياة جميلة الأطباء مغدرين عددهم بكم في ديم المشايخ؟ 460 460 نتعرف عليك؟ عايشة عبد الله عايشة يا تحي لكن داير اسمع نكتة جدا نسمعك النكتة ورينا الحي شنو؟ حي البريطاني حي البريطاني عدد الأطباء كم؟ عدد الأطباء 300 وحاجة 300 وحاجة نتعرف عليك؟ الأستاذ آسيا أحمد آدم آسيا مرحب بك آسيا طبعا المعلمين كتار ولا شوي؟ والله الحمد لله كتار شديد كتار شديد عندكم كم مدرسة؟ عندنا هنا 4 مدارس أساس؟ نعم 2 بنات 2 أولاد وعندنا مدرستين ثانوي ثانوي 2 ما شاء الله تبارك الله طيب سؤالنا عدد الأطباء مغدر بكم في ديم المشي؟ 460 460 نتعرف عليك؟ أنا عبد الله محمد مرحب بك من يا تحي الحي البريطاني الحي البريطاني يغدر عدد الأطباء في ديم المشايخة بكم؟ أكثر من 500 أكثر من 500 نتواصل معاكم ونتعرف عليه سنهوري حامد الجزولي سنهوري يا تحي الحي الغربي حي الغربي عدد الأطباء المغدر في ديم المشايخ 500 طبيب 500 طبيب نتعرف عليه يوسف عبد الله يوسف من وين؟ من أمشوقة ديف ديف من أمشوقة ديف؟ أيوة نعم من وين؟ أمشوقة ليك كم يوم؟ والله في الجناين لي 7 يوم كذا 7 يوم ما ضيف ضيف 3 يوم بس هذا تبقى مواطن عادي خير عزيز الجناين هنا عندكم بيطلع شنو
موز، مانجا، خضار كله. خضار اي خضار بيجي؟ اي خضار. تمام. هسه الان ده موسم شنو؟ الان ده موز و طماطم ومانجا كله شغال. هسه ما شايل لك موز بيجيبك؟ كذا ما فوق موز؟ ابدا لا. ولا مانجا؟ جاي من سنار حسين. اه جاي من سنار. خير. طيب عارف الاطباء مقدر عددهم بكم هنا؟ لا لا ابدا. ما عارف؟ الجناينين كم؟ كلمية. كمية كثيرة. كمية كثيرة نعم. طيب ناخذ إجابة. تعال تفضل اطلع لي برا شوي اتعرف عليك. دفع الله بكري محمد. دفع الله. دفع الله مرحب بك يا تحي. الشرقي. الشرقي. عدد الأطباء مقدر بكم في 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 ديم المشايخ؟ ديم المشايخ حوالي 600. 600 طلبة ما شاء الله. اتعرف عليك. محمد عبد المنعم تاهي الدين. محمد تقرا وين؟ سنار ولاية سنار نزهة تكتوك الثانوية الخاصة. الثانوية. نتمناك كمان من الأطباء زيادة على ديم المشايخ. العدد كم بتاع الأطباء؟ والله في أكثر من 1000 طبيب. أي بيت بتلقى فيه 2-3. أي بيت 2-3؟ هاي دي الطبيب ولا شدر ليمون ده؟ البيت فوق 3 بيتين؟ هاي والله ما شاء الله. هاي أكثر من 1000. نتعرف عليك؟ أستاذ أبو القاسم محمد أحمد. أستاذ مرحب بك أستاذ أبو القاسم. عدد الأطباء في ديم المشايخ مقدر بعدد كم؟ والله ما أقدر أحسب له. تقدير 600 كده. 600 طبيب. نتعرف عليه؟ محمد عبد الله العيب. محمد مرحب بك. عدد الأطباء المقدر في ديم المشايخ؟ الثلاثة أساسيين. ها؟ ثلاثة. ثلاثة أطباء. ممتاز. نتعرف عليك؟ ناجي الحاج. مرحب بك. عدد الأطباء في ديم المشايخ؟ 3000. 3000؟ 1000 ولا 3 ساي؟ 3000. 1000؟ الله يجزاك كريم. خلاص. نتعرف عليك؟ محمد أيوب العيب عبد الرحمن. محمد. عدد الأطباء في ديم المشايخ؟ 4. 1000؟ 4 4. 1000؟ 4. 1000؟ 4. تقول ايه حافه ساير؟ لا لا حافه ساير. حافه ساير. خلاص ناخذ. تعرف عليه؟ الشهد عبد الرحمن. مرحب بك يا تحيينا. في حي المطار. ها؟ حي المطار. حي المطار. عدد الاطباء المقدر في ديم المشايخ عددهم كم؟ تقريبا كم؟ 3000. 3000. نتعرف عليه؟ إلاف. إلاف منو؟ إلاف عبد الرحمن. إلاف عبد الرحمن. عدد الاطباء إلاف في ديم المشايخ كم؟ 4. 4 اطباء؟ 4000. 4000. 4000. لا لا بس دايرك تقولين دي. قولي بس. نتعرف عليك منو؟ سعاد عبد الله. منو؟ سعاد عبد الله. سعاد. عدد الأطباء مقدر في ديم المشايخ كم؟ 1000. 1000 طبيب. ناخذ إجابة. نتعرف عليك؟ مناسك كمال. مناسك مرحب بك. عدد الأطباء المقدر في ديم المشايخ؟ 3000. 3000. نتعرف عليك؟ مآب الشيخ. مآب استر. عدد الأطباء في ديم المشايخ؟ تقريبا 3000. 3000. انتوا مدرسه ثانويه خاصه ولا حكوميه؟ خاصه. خاصه. اللي بيسكن كله عبايات؟ ما شاء الله. زي رسمي يعني عبايه وطرحه. نعم. ثانويه انتوا. هاي لانه انا لاحظت يا اخواننا كلهم مرقات بنفس الزيده بنفس الزيده ما شاء الله. يعني زي جميل جدا جدا لبس العبايه مع الطرحه بيلفت الانتباه. يعني انهم بيلبسها زي محتشم وجميل كده. وانا اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. نتعرف عليه. اسمه موزه الشيخ. مرحب بك يا تحي. ديم ديك ديم العمارة. ديم العمارة. ديم جزء من ديم المشايخ. أيوة جزء. ما شاء الله تبارك الله. إنتوا قدام. نعم. بتلاقوا الضيف قبل ما يخرجوا. نعم. يجي شبعان هنا. نعم. ما شاء الله تبارك الله. طيب سؤالنا عدد الأطباء مقدر بكم في ديم المشايخ؟ حوالي 450 تقريبا. 450. وخمسين. طيب يا إخوانا لحد الآن الإجابات متفاوتة. ما بنلقى إجابة صحيحة وإجابة يعني قربت للإجابة الصحيحة. نحن كده نجي بالثلاثة اللي سألناهن أول ديل ونبدأ نديهن خيارات. إذا قدر نجاوب أن الخيار الصح يكسب معانا. طيب عدد الأطباء تقريبا يعني في ديم المشايخ تقريبا حسب المعلومة اللي عندنا نحن قد يزيد وقد ينقص. لأنه يا إخوانا كل يوم الحياة مستمرة. كل يوم في أطباء بيتخرجوا. يمكن جديد ما نكون حاسبين. يمكن الليلة يتخرج واحد ما نضيفه لسؤالنا ده. فالعدد إذا اختلف من الرقم اللي عندنا قد يزيد وقد ينقص. لكن احنا عندنا رقم معين اخذنا معلومته من المنطقه دايرينه ذاته. طيب الرقم بيقول يا اما 300 طبيب يا اما 250 طبيب يا اما 200 طبيب. تختاري شو؟ 250. 250. انت يا 300 يا 200. 300. وانت وقع لك 200. طيب خيارات اجباريه. هنا اختارت 250 من ثلاثه خيارات وانت اختارت 300 من خيارين وديك جات 200 هي خيار اخير. احنا طبعا زي ما قلنا هنا في اطباء وكمان عندكم الكورة. سألنا من بكر المدينة سألنا من لاعبين كتار من المنطقة طلعوا من المنطقة. نقول لكم النكتة في الكورة دي وبعد ذلك نشوف الخيار الصحيح.
عشان دير يفكر يا ربي انا ولا يا ربي هي، يا ربي انا ولا يا ربي، يا ربي انا يا ربي هي، كون انشغالات كده. فده قالوا رباطابي ماشي في السوق جاب شحات، قال لي يا اخي طالب من الله شال 10 جنيه قمت لي اظن ورا الباقيين. فجاه كده لقى روحه في السوق الشحاتين دي لافين دويريه فوقه مدوا لي يدين وكذا، قالوا هو في شنو؟ انا اديته 10 جنيه ما اديته كرت احمر. جاي ملمومين في وقك دي. ويا اخواننا نحن نشوف اللي اخذت كرت احمر منه واللي اخذت كرت اصفر منه والما زالت لعبه منه غايته انت 300 كرت احمر، ما خيار ما صحيح. الباقي 250 انت 200 ما صحيح، 300 و 250 الاجابه الصحيحه 250. مبروك نفس العربي نشوف اخوتنا ناديه في ديم المشايخة اللي جاوبت بالخيارات. عدد الاطباء مغدر في ديم المشايخة ب 250 طبيب، وده يؤكد انه التعليم منذ زمن بعيد يعني انتشر في هذه المنطقة وبدأ في هذه المنطقة، ومنطقة ذات تعليم وذات قوة اقتصادية بستانية زراعية كبيرة جدا جدا، وفيها العديد من الناس برزوا في مجالات الرياضة والسياسة والثقافة والفن والأدب. نحن بنبارك لك جائزة مقدمة من قناة الشروق، فزتي ببتجاه الصف كلها صف حالي. مرحبا بكم، تواصل محطات معاكم في حلقتنا الليله في الطريق ما بين ولايه سنار وولايه الجزيره. وصلنا مدينه ود الحداد. ود الحداد محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، نزعت تماما ان ننزل الى منطقه ود الحداد او مدينه ود الحداد. وحقيقه يا اخواننا المحطه دي ذات عباره عن لوحه تشكيليه، عباره عن لوحه فنيه. نحن وقفنا مع واحد من المبدعين المحطه دي جوار منزله يعني، ومعه اهل الحي يحتفلوا بيه، ونحن من واجبنا كمان نزور ود الحداد نشارك الاحتفال بيه. نتعرف عليه عن قرب كده وبعد ذاك نبدا القصه معه. نتعرف عليك منه؟ كمال حسن فضل المولى الملغب كشب. كشب الكشب ده يا هو الزينه ولا كشب ديس انت؟ اي بتاع العربات صح. اشتهرت بيها من بدري ولا؟ والله بدري بدري كم من صغيرون بدري من صغير بالعربات. اي تعمل زينه للعرب زينه. اي طيب كمال احنا شايفين اللوحات دي موجوده، وانت يعني الحمد لله رب العالمين يعني مقعد وبعد ده يعني قدمت كل اللوحات التشكيليه. انا دايرك تتكلم وتوري الناس اللي بيشوفوا، انا ما شايف هذه اللوحات والمشاهدين ممكن يكون شايفينها. بديت الحاجه دي متين وعلمك ليها منو وبديت ترسم؟ يعني تكلم عن مسيرتك في الحاجه دي. والله كان في اعمال الطين زمان. نعم في حاجه اسمها الطين، اعمال الطين. طيب بدوها لعمي واخوي اصغر مني. نعم هاي برسمها بالطين، انا برسم بالقلم هنا بالمريبه في الواطه. نعم قشط المريب دي برسم بها في الواطه. نعم. لما انفكروا لي تمام انا اللي قلت ملكته خلاص، ثاني ما في طريقه لي يلحقوني. نعم. بعمل الفوط والملايات والكذا الشغلانيه. نعم. مع البنات طبعا اللي هي بيد واحده بتعمل الحاجه. لا لا ما يد ما في. فهم بخشمه. ايوه اللوحات دي كلها مرسومه بالفن. بكري حسن صالح قال لا لا ده ما رسمه. قال له الدكتور قال له خش، قال له عمل ثلاث طوالي. طوالي قال سبحان الله عملته في سنار. طيب بديت متين؟ والله من صغير شديد. قدر الاولاد دي الاولاد قدرهم كده صغير يعني. انا انشليت بديت العمل ده. من انشليت بديت العمل ده يعني تقريبا عمرك كم كان؟ والله هاي بكون سبعه سته ست سنين. شاركت في مهرجانات؟ 135 مهرجان. قلت لي جوائز كثير شديد جوا البيت ما شاء الله تبارك الله. اخوك الكبير ده يعني لما نزلوا باعتباره حضر استماعي ولا شنو؟ والله ده العمل استماعي ذاته. والله اكبر مني والله اكبر منك. طيب كده نديهم مساحه حبه. الكابتن ذاته بدي كمان قصه ثانيه نتعرف عليك. هاشم حسن فضل المولى اللقب برتا. برتا هاشم لعبت وين؟ لعبت في مورد السنار. نعم. والمنتخب بتاع سنار. نعم شاركت في قابلت في مباريات في الخرطوم وكده قدمت. لعبت لحد مدني ستة مستادات يعني القضارف كوستل وبيض دمازين قضارف دي كلها مثلت فيها سنار. يا سلام ستة ميادين لعبت فين
لكن كمال خرتك يمكن اكثر من 1000 لوحه كمان. ده لعب في الميادين كلها، عين الميادين دي الصوفيه الطبيعه عين الجامع. الجامع ده في السكه بلاقيك. شوف الجامع، هاي الجامع ده ولوحات كلها ماخوذه من جمال الطبيعه وكده. وبعدين دي كلها دي الرصيرس، دي الرصيرس، الشغل بتاع الرصيرس. هاي عندي شغل المولد برضو هنا في اللوحات اللي هنا. المدام شايفه واقفه، شاركت وساهمت؟ لا شغاله، شغاله طبعا، استاذه. استاذه لا ساعدت كثير. عندها فنون، عندها فنون برضو. هاي عندها فنون كثير شديد. طيب يا اخوانا نحن كده نجي بجاي. سوري يا ساتر. طيب نجي بجاي نحن استاذ كمال ده ما جاي نكرمه، والله نحن برنامجنا برنامج بتاع مسابقات وبنزل وبندي جائزه، لكن كده نحن عشان ما نكرمه نبعد منه. معانا زول هنا كمان ما عنده علاقه بكمال اصلا. هما ما كمال، انت منو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جميله محمد بريم حامد. جميله محمد بريم حامد. جميله مرحب بك. تزوج استاذ كمال؟ زوجة الفنان. ليكم كم؟ 21 سنة. 21 سنة. الجماعة ما شاء الله، إن شاء الله ربنا يطول العمر. الجماعة هابا شو سريع سريع قالوا اللولة. السؤال ده كيف معك؟ بيلعبوا أستاذ، بيضحكوا معي. آه بيضحكوا. أنت أقعد فيه بيضحكوا دي، ومسكي فيه بيضحكوا دي. لما نضحكوا جد. شفت النسوان أصلا بسهل لأن الموضوع بيضحكوا. طيب أنا بسألك سؤال، لو عرفتي الإجابة بتاعته حتكسبي جائزة. نحن معانا، ما نحن في منطقة ود الحداد، دي المنطقة اسمها ود الحداد. ود الحداد دي يا اخواننا تميز فيها فنان تشكيلي عالم، وزول يعني قدم العديد من الفن التشكيلي، وما يميز انه رجل مقعد، يعني احترف الرسم بفمه، رسم كل اللوحات الجميلة دي. لو عرفت الزول ده تاخذ جائزة. منو هو زول؟ كمال حسن فضل المولى الملقب بكشب. كمال ناخذها جائزة. نتعرف عليه. بهجي عبد الناهي فضل المولى. يعته حي؟ شمالي. شمالي. هنا الحياة عندكم شنو في ود الحداد؟ الحياة الأوسط. أه. وجنوبي وشمالي. التياب دي عندك أنا عادي في ود الحداد كده. دي عادي عادي. الله ما شاء الله إمكانياتك. عارفة الفنان التشكيل الرسام ده منو في ود الحداد؟ كمال كشب. كمال كشب، نتعرف عليه. ما في سالم حسن. مرحبا بك يا تحي. الحياة الشمالي. الحياة الشمالي. فنان بنزل عنه ده منو؟ كمال حسن. ها؟ كمال حسن. كمال كشب. كمال كشب. تعرف عليك. اقبال عطولنا سليمان. مرحبا بك. ساكنة تحي. حي الشمالي. شمالي. الفنان ده منو؟ كمال كشب. كمال كشب. نجي ليدي البيجاي. تعرف عليك. فريدة عبد الله يمر الجواب. ما في كلام. فريدة. ها فريدة دي من يا تحي. فريدة حي الشمالي. شمالي. الفنان اللي بنزل عنه ده منو؟ كمال كشب. نتعرف عليك. نعمات حسن خاطر. مرحبا بك. من وين؟ من بد الحداد، الحي الوسط، جارة كمال بشماله. بشماله. عن يمينه عن شماله. الفنان المشهور ده منه؟ كمال كشب. كمال كشب، نتعرف عليه. ودينا ابراهيم الخاتم. يا تحي. حي شمالي. شمالي. انتوا جيران كمال يا تو شمال ولا جنوب؟ لا شمال. شمال. الفنان المشهور بنزل عنه في منطقة ود الحداد منه؟ كمال كشب. كمال كشب. كده نجي على الشباب بيجاي ما شاء الله. نتعرف عليه. مصعب حسن. مصعب. ود الحداد يا تحي. الحي الشمالي. حي الشمال. الفنان بنزل عنه منه؟ كمال كشب. كمال كشب، نتعرف عليه. ياسر بقر عبد الله بابيكي رقوبة، الملقب بقوبة. قوبة. ياسر قوبة. ده لقب كورة ولا حلة؟ والله ده لقب الوالد يا أخي. والله ليه سماك قوبة؟ والله يا أخي هي بوبة أصلا بلغة الفلاتة. يعني شنو؟ لكن ناس الحداد طبعا يقول لها قوبة. لا بوبة يعني شنو؟ بوبة يعني بابيكر. بالله. أيوة يعني بابيكر بوبة. أيوة. وجماعة سموك قوبة. أيوة. شوف من اسم سواه في راسك. الله يعوقوك كلكم. عمل لك رقعة نار. رقعة شديدة. قوبة. الفنان من ود الحداد مشهور، اشتهر بالرسم، ويعني رغم انه مقعد لكن ابدع ونال العديد من الجوائز. ده منه؟ اخونا العزيز كمال كشب. اخونا العزيز كمال كشب، نتعرف عليه. بسم الله. محمد الزين. بسم الله. محمد الزين. فنان ده منه؟ بلا شك كمال كشب. كمال كشب، نتعرف عليك. خالد عبد الله العجب. خالد مرحب بك. الفنان ده منه؟ بلاكيت كمال كشب. كمال كشب، نتعرف عليك. التوم حميدة. التوم حميدة. الفنان ده من التوم؟ كمال حسن ملقب كشب. كمال كشب، نتعرف عليك. والدين عبد الحميد. والدين مرحب بك. مرخابي انت صح؟ لا 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 بيع. والدين. الفنان ده منه؟ كمال كشب. كمال كشب، نتعرف عليك. مهند الريح. مهند. الفنان ده منه؟ كمال كشب. كمال كشب، نتعرف عليك. نجم الدين اسماعيل. فنان منه؟ كمال كشب. كمال كشب، نتعرف عليك. محمد علي عباس. مرحب بك. الفنان ده منه؟ كمال كشب. كمال كشف، نتعرف عليه. معتصم محمد علي حجازي. معتصم. الفنان منو؟ كمال كشف. كمال كشف، نتعرف عليه. عمر محمد جدان عبد الله. فنان منو؟ كمال حسن فضل المولى.
عبد المجيد صديق. فنان منو؟ كمال كشف. كمال كشف. ناس سكر سنار شرف عظيم والفنان كمال كشف. كمال كشف تعرف عليه؟ فضل الله يحفر. فنان منو؟ كمال كشف. كمال كشف تعرف عليه؟ نوران حسام الدين كمال كشف. كمال كشف تعرف عليه؟ مبشر يحفر فضل الله الفنان كمال حسن فضل الله يا احمد بين قوسين كشف. كشف نتعرف عليه. صلاح عبد الله الشيخ الفنان كشف. كشف. وصلنا ود الحداد يا اخواننا في طريق الطريق ما بين ولاية سنار وولاية الجزيرة، دخلنا مدينة ود الحداد التقينا بأهلنا وصادفنا احتفال بالمبدع الفنان الرسام التشكيلي فنان كمال كشب. وحقيقة يا اخواننا بمناسبة اللوحات دي انا بقول لي نكتة طالما شفنا اللوحات ونهديها لكمال ذاته في كمال كشب. اي فقالوا يا اخواننا في نوع بيحاول يعمل فيها متحنكش كده البنات بالذات يعني تكون طالعة فيها بالغلط، فقالوا دي واحدة جات معرض بتاع فنان تشكيلي لقت اللوحات معلقة زي دي وقفت في نص المعرض وغزت يدها هنا. طبعا يا اخواننا النسوان لما يغزين يدين هنا علماء النفس قالوا دي رومانسية والله العظيم قالوا كان لقيتها غزة يد واحدة معناها الكلام الجاي حلو، لكن كان غزتنا الاثنين شوف لك زقاقة مركبة معناتها تاني ما في كلام بيجسمي. فقالوا غزتنا الاثنين قاتلونا الفنان المزول من المعرض ضمنه باستغافة كده قالوا جابي كله تواضع قال لها مرحبا بك يا استاذه اي استفسار؟ قالت لي اللوحه المرعبه دي يا هل بيسموها الفن الحديث؟ قال لا دي مرايه يا استاذه المرعبه دي بتدي. طيب احتفلنا نحن في الشروق مرت من هنا وهنا في ود الحداد بالمبدع كمال كشب، وعشان نحن محتفلين به قلنا والله اصله ندي الجائزه. ها نوريك مش كمال ده اصله ما يفوز ولا نزاله ندي الجائزه لزول غريب. لكن انتوا لاحظتوا حاجه مرت كمال اسمه منو؟ سمة جميلة وهو زور رسام به هو الجمال في الأسامي اختار جميلة لكن كمال طلع معي صفقة لكمال ده يا اخوان وصفقة لجميلة جميلة يا اخوان. الأستاذ الراغية دعمت الفنان المبدع وهي قالت إجابتها كمال كشف وسبحان الله اللي اسمي ترددت فيك أنه ما بتعرفه تقريبا هو كمال كشف هو قاعد معهم 24 ساعة في البيت. إجابته إجابة صحيحة صفقوا لها صفقة حارة يا إخوانا. مبروك عليك الجائزة نمشي العربية نديك الجائزة تعال معاها بيجي. من منطقة ود الحداد وسألنا عن كمال حسن فضل المولى الفنان التشكيلي الكبير المقعد اللي بيرسم بالفم فقط شارك في العديد من المهرجانات ونال العديد من الجوائز. سألنا قلنا هو من منطقة ود الحداد الإجابة هو كمال حسن فضل المولى الملقب به كمال كشب. زوجته جميلة هي الفازت معانا بالجائزة. جميلة فازت بعلبة ألوان مقدمة من قناة الشروق يا أخوان. طفقوا لي جميلة يا أخوان. عمسكم منها عمسكم الشباب 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 مرحبا بكم تواصل المحطات معاكم في حلقتنا الليلة الحلقة التي تربط ما بين ولاية سنار وولاية الجزيرة. وصلنا الآن مدينة فارس محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مع بعض. سعيدين نتواصل معاكم والآن نحط الرحال في مدينة فارس مدينة ذات تاريخ عريق خرجت العديد من الأفزاز في كافة المجالات السياسية والرياضية والعسكرية والفنية. ونزعت تماما يا أخواننا نكون معهن في فارس. وقبل ما نزعل السؤال ونعرف الإجابة شنو عندنا اخواتنا ديل برضو بيشاركننا نتعرف عليك. مبروك محمد احمد. مبروك مرحب بك. وانت بركه محمد احمد الشلالي. بركه بركه ومبروك ما شاء الله. طبعا انت تومات؟ لا لا اي ما شاء الله كلها سامي تسوي. طيب نسمع مدحه ونمشي على السؤال. اسمع في المدينه نسكن قبلنا دنيا اخرى يقبل عملنا في المدينة. يا الله من الوزير اتحملنا أنت العليم بحنا وجهنا في المدينة نسكن قبلنا
اصرب بلانا نحن وهنا، اصرب بلانا نحن وهنا، من كل وافة ابقى النجنة في المدينة نسكن. المدينة فيها المدينة، مدينة العلم البيها اكتفينا، في المدينة نسكن. ما حن عنه ولا حبينا، ما حن عنه ولا حبينا، مخلوق من نوره والناس من طينا، في المدينة نسكن. صاحب الضراع الماخب ظن أن بدنيا أخرى شايل حمنا، في المدينة. ويل المكذب محروم الجنة، ويل المكذب محروم الجنة، أجاحد فضله ونقص السنة، في المدينة نسكن. صاحب الضراع المارد سائل الكرم نامي باب الوسائل، في المدينة نسكن. رب اجتماه في مدح غايل، رب اجتماه في مدح غايل، خلقك عظيم والقرآن دلائل، في المدينة نسكن. الشقا يقال وأدى الرسالة، ما تمدحوه ما بصح حلالة، في المدينة نسكن. شوف الجلالين تفسير غالة، شوف الجلالين تفسير غالة، بمدح رسولا ختم الرسالة، في المدينة نسكن. دنيا وأخرى يقبل عملنا، في المدينة. عدد الخلائق ما قال قايل، ما لاح برقل أو صب سايل، في المدينة نسكن. شوف الجلالين تفسير غايل، شوف الجلالين تفسير غايل، أمدح رسولا ختم الرسائل، في المدينة نسكن. قبلنا دنيا وأخرى يقبل عملنا، في المدينة. عدد الخلائق ما قال قايل، ما لاح برقل أو صب سايل، في المدينة نسكن. قبل صليت علىه سمح الخصائل، صليت علىه سمح الخصائل، تنجش ليبي الفعل مايل، في المدينة نسكن. قبلنا دنيا أخرى يقبل عملنا. نحيين تحية كبيرة يا أخوانا، نحيين، نصفق لها صفقة حارة يا أخوانا. والله عمل جميل وعمل مغدر، والأصوات جميلة ما شاء الله، والكلمات ذاتها معبرة. أنا بسأل سؤال، العارف الإجابة يا أخوانا يحتفظ بها لمن الدور يجي عنده، عشان نمر عليكم واحد واحد، ما في زول يقول منك شيء جايزتك. سؤالنا يا أخوانا، معلم من منطقة فارس وما زال موجود، يعني هو أستاذ ومعلم وفنان شعبي معروف، ده منه؟ نتعرف عليك أول. مبروك محمد أحمد الشعبي. مبروك الفنان الشعبي المعلم، ده منه عارفه ولا موجود في فارس؟ إبراهيم حاجة طيب. نتعرف عليك. بركة محمد أحمد. بركة الفنان ده منه؟ ما أعرف. نتعرف عليك. أسماء الوسيلة محمد الأمين. مرحبا بك. الفنان ده من معلم وفنان شعبي. والله صلاح موسى. الفنان ابراهيم حي الطيب. ابراهيم حي الطيب. انت اسم منو؟ مزدلفه صلاح موسى. مزدلفه مرحبا بك. ابراهيم حي الطيب. اسمك ابراهيم حي؟ سر محمد موسى. السر محمد موسى ابراهيم حي الطيب. اسمك منو؟ انا اسمي سر محمد موسى. سر منو؟ محمد موسى. سر منو؟ محمد موسى. السر منو؟ محمد موسى. السر محمد موسى. ما شاء الله، انا شفته يا ابي سمحات كين جبت لي بنيتي. السر الفنان ده منو؟ ابراهيم حاجه طيب. تعرف عليه؟ علوية بشير مهدي. علوية مرحب بك. الفنان ده منو؟ ابراهيم حاجه طيب. ابراهيم حاجه طيب. تعرف عليه؟ بدور محمد موسى. ها؟ بدور محمد موسى. وانا الاسامي دي كملت في فارس دي. اخوات ما شاء الله. الفنان ده منو؟ ابراهيم حاجه طيب. ابراهيم حاجه طيب. تعرف عليه؟ محمد احمد النور. محمد احمد النور مرحب بك. ساكن وين؟ ساكن فارس. فارس، فارس دي فيها احياء؟ فيها احياء. احياء شنو؟ والله في احياء كثيره طبعا. اساميهم شنو؟ اساميها في فريق الهواره وفريق عباس وفريق البرياق وفريق كثير. الناس شغالين شنو هنا؟ اغلبهم الزراعه التجاره طبعا. زراعه بتزرعوا شنو؟ بيزرعوا المحاصيل، القطن والفول وال الان عندكم شنو من الزراعه؟ الان العيش والقطن. عيش والقطن. طيب المعلم والفنان الشعبي المعروف في المنطقة اسمه؟ إبراهيم حي الطيب. إبراهيم. إبراهيم حي الطيب. نتعرف عليك عمنا. عيسى أحمد عيسى. مرحب بك. الفنان ده منه؟ أحمد إبراهيم حي الطيب.
ابراهيم حي الطيب فنان قديم ولا جديد؟ قديم. انت حضرته؟ اي من قمنا معاه سوا. والله؟ والله. اشتغلت معاه؟ اي. غنيت؟ لا ما غنيت. اشتغلت معاه شنو؟ اشتغلنا هنا في الحفلات هاي نمشي ونمشي ونمشي. ابي تحضروا لي؟ ما غنى لك في عرسك؟ لا ما غنى لي. غنى لك منو؟ غنى لي فنان ثاني. فنان ثاني؟ اي. عرسك كان بكم؟ بسيط 7000 وسبعة. 7000؟ ده كل العرس؟ اي. والله اللي قلتها سهلة ساعة. الله يرخيصها خلاص. اي والله يرخيصها 7000 والله الله اعلم تجيب لك حاجة. والله. طيب الفنان قلنا ابراهيم حي الطيب نتعرف عليه؟ الامين محمود الامين. من وين؟ فارس. من فارس. الفنان ده منو؟ ابراهيم حي الطيب. ابراهيم حي الطيب نتعرف عليه؟ صلاح الزبير قسم السيد الامين. صلاح من وين؟ من فارس. فنان منو؟ ابراهيم حي الطيب. ابراهيم حي الطيب نتعرف عليه؟ السلام عليكم. عمر حسين معكم دلكا. مرحب بك. من وين؟ من غريدة مدلكة هنا. مرحب بك. الفنان المعروف معلم وفنان شعبي معروف في فارس. إبراهيم حاج الطيب. إبراهيم حاج الطيب. تعرف عليه؟ محمد موسى يوسف. ها؟ محمد موسى يوسف. محمد منو؟ موسى يوسف. محمد. دي لك قلم بنادي ده جمع محمد موسى ذاته كمان. عشان يوروك الليلة حي. والله الليلة فارس دي حيرتني حيرة تمام. طيب محمد موسى. خلاص ادينا جايزه انت تصدق اسمك محمد موسى. انا ثاني اسوي شنو ما خليت اي حاجه يقول. محمد موسى فنان شعبي معروف ومعلم ومربي في مدينه فارس. منو؟ الاستاذ الفاضل ابراهيم حي الطيب. بابكر ابراهيم حي الطيب. ابراهيم حي الطيب ناخذ اليوم نتعرف عليه. ابراهيم مبارك. ابراهيم. الفنان منو؟ ابراهيم حي الطيب. ابراهيم حي الطيب نتعرف عليه. عمر عصام عبد القادر. عمر. الفنان منو؟ ابراهيم حي الطيب محمد. ابراهيم حي الطيب نتعرف عليه. وديد احمد محمد خير. وديد من وين؟ من حدد. الفنان ده منو؟ ابراهيم الطيب. ابراهيم الطيب. نزعت تماما والله نكون في مدينه العز والكرم، مدينه الجود والكرم، مدينه الرجال الشرفاء، مدينه فارس. مرينا في طريقنا من ولايه سنار الى ولايه الجزيره فارس. في هذا الطريق نزلنا عند هلا قابلونا بالحفاوه والترحاب وحسن الاستقبال كعاده دائما وعاده اهلنا في السودان جميعا. سالنا عن واحد من المعلمين المربيين الكبار وفنان شعبي معروف اشتهر في مدينه فارس. قلنا هو منو؟ اول اجابه انت منو؟ مبروك محمد احمد الشيخ. مبروك قالت ابراهيم حاج الطيب. ونقول مبروك لمبروك صفقه لمبروك يا اخوان. مبروك الاحرى العربيه. تعالوا معاه مبروك. مبارك لاخوتنا مبروك من مدينه فارس. سؤالنا كان عن مدينه فارس. قلنا استاذ ومربي ومعلم من مدينه فارس، واحد من الفنانين الشعبيين الكبار. قلنا هو منو؟ ما زال ربنا يمتعه بالصحه والعافيه، هو استاذنا الجليل والمربي ابراهيم حاج الطيب. مبروكة فازت بالجائزة دي. وسبحان الله ديل بيورب يقول لي يقول لا طار. ما طار ليه؟ طار عشان مدحت. عشان مدحت. مبروكة فازت بنوبة مقدمة من قناة الشروق. مرحبا بكم. تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله في الطريق من ولايه سنار الى ولايه الجزيره. بحمد الله سبحانه وتعالى وصلنا الان مدينه الحاج عبد الله. محطه جديده مع هنا في الحاج عبد الله. سؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم. تواصل محطاتنا معاكم. نزعت تماما ان نكون مع هنا في الحاج عبد الله ونحن في طريق ولايه الجزيره جايين به من ولايه سنار. ونحن سعيدين نلاقي هنا في الحاج عبد الله. نحن عشان ما نضغط عليهم شديد في السؤال ندون سؤال خفيف كذي ونبدا ان شاء الله يعرفوه. السؤال ده يا اخوانا لواحد من الفنانين الكبار خرجته مدينه الحاج عبد الله، ما ابدع وما زال يبدع الان وفي الاجهزه الاعلاميه في الوسائط الاعلاميه وفي الخرطوم موجود ما زال يبدع. ربنا يمتعه بالصحه والعافيه. فنان كبير من الحاج عبد الله. دايرين نعرفه هو منو؟ تعرف عليه؟ علي سمريم اسحاق محمود يوسف. مرحب بك. من الحاج عبد الله؟ لا انا بس من غري هنا قريبه. اسمها شنو؟ اسمها سابع دليب. مرحب بك. عارف الفنان ده منو؟ عثمان حسين. عثمان حسين. طيب نتعرف عليه. عوض الباري عبد العزيز. عوض الباري من حي عبد الله. من حي عبد الله. طيب عمن عوض الباري من مواليد حي عبد الله؟ لا قريه اسمها اولاد ياسين. طولت في حي عبد الله. نعم. الاحياء الموجوده في حي عبد الله شو؟ الحي الشمالي. اها. السقره برضه يعتبر من حي عبد الله. نعم. حي البرنو. نعم. السكه حديد. نعم. الري. الناس هنا بيشتغلوا في شنو المهن الاساسيه؟ الزراعه. بيزرعوا شنو؟ الزراعه. يزرعوا القطن، القمح. نعم. البصل، الجناين. نعم. في جناين خضروات. أيوة. على مشروع الجزيرة. الاكتفاء ذاتي هنا من الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب الفنان ده منه؟ الفنان عثمان الأطرش.
ماله الله طريق العرب عليه. الأخ بخيدة سمانة أبو بكر. بخيدة سمانة. بخيد شغال شنو؟ حداد. حداد؟ نعم. بتشتغلوا شنو فيه الحداد؟ أبواب، شبابيك، سلالم، جريلات. والله ما شاء الله. تسلم الله يعافيك. بنابر ما في؟ بنابر. كراسي. عيد كراسي. كله. كله الحمد لله خير باسي. الحمد لله. الفنان ده منو؟ الفنان اسمه شندر الكاشف. الكاشف نتعرف عليك. كمال فرح. كمال فرح من وين؟ شكاوة طه. شكاوة مرحبا بك. الفنان ده منو؟ الفنان عثمان الأطرش. عثمان الأطرش. تعال أمرك راسك حبة اللي برا عليه الضوء ده. أيوة نتعرف عليك. لقمان المبارك محمد عوض الكريم. من وين؟ من رفاعة. رفاعة. الفنان ده منو؟ عثمان الأطرش. نتعرف عليه. عمار صديق حامد. مرحبا بك من وين؟ سلام قدير حي عبد الله هنا. حي عبد الله يا تحي. حي المكاوي. مكاوي. الفنان ده منو؟ عثمان الأطرش. أطرش. الأطرش. نتعرف عليك. السلام عليكم أبو أزر أمين. أبو أزر مرحبا بك من وين يا أبو؟ من الحاج عبد الله هنا. حي عبد الله يا تحي. حي الشمالي. فنان منو؟ عثمان الأطرش. عثمان الأطرش. نتعرف عليك. التجاني غورش التوم. التجاني مرحبا بك. من وين؟ من السوقي. السوقي. الفنان ده منو؟ عثمان الأطرش. عثمان الأطرش. نتعرف عليك. صدام محمد سليمان. صدام مرحبا بك. الفنان ده منو؟ عثمان الأطرش. عثمان الأطرش. نتعرف عليك. الجيلي أزاد الشيخ الجيلي. جيلي من وين؟ سقرة. الفنان ده منو؟ محمود تاور. محمود تاور. تعرف عليه؟ عثمان مرغني علي. عثمان مرحبا بك. الفنان ده منو؟ الفنان عثمان ابراهيم عثمان الاطرش. عثمان الاطرش. عم عثمان ده ضربة طبعا. لا لا بديري انا. ها؟ بديري. هاي بديري لكن ما تشبيهك سريع خلاص. اي. انا ما قلت لك قبل عليه الشمس عشان الضوء، قلت لي بالك بردان. يا اخي ربنا يديك العافيه. تعرف عليه؟ بابكر مصطفى. بابكر مرحبا بك. من وين؟ حي عبد الله. الفنان منو؟ عثمان الاطرش. ما أنا لا أطرش. طيب نجي بيجي نتعرف عليه. الباقي عبد القادر. الباقي مرحبا بك. من وين؟ سابع دليل هنا رجل حي عبد الله. الفنان بنزل منه دمنه. عثمان الأطرش. ما أنا لا أطرش. نتعرف عليك. يوسف النعيم أحمد. يوسف مرحبا بك. الفنان دمنه. عثمان حسين. ها؟ عثمان حسين. عثمان حسين. نتعرف عليك. أمير أبو بكر أبو الحسن. مرحبا بك يا أمير. الفنان دمنه. الفنان ده عثمان الأطرش. ما أنا لا أطرش. نتعرف عليك. الشريف أبو محمد مصطفى. شريف مرحبا بك. الفنان دمنه. عثمان الأطرش. أنا الله طريق نتعرف عليه. عز الدين شمس الدين البشير. منو؟ عز الدين شمس الدين البشير. عز الدين شمس الدين البشير. الله يبارك فيك. الفنان ده من عز الدين. عثمان الله طريق إن شاء الله. أنا الله طريق نتعرف عليه. مصطفى عبد الله عبد الرحمن. مصطفى من وين؟ حي عبد الله. حي عبد الله. فنان ده منو؟ صديق سرحان. صديق سرحان. ما شاء الله. الله يكرمك. فنانك ولا شنو؟ فنان يا عي. عي. بتعرف ليش من الأغنيات؟ ها؟ أغنيات تحفظها شنو صديق؟ والله يعني. ها؟ عيصة. شنو؟ والله بيقول كثيرهم لكن ما حافظ انه حياة كثيره. لا قول ما حافظته. ما حافظ منه. طرطن. طرطن. اي طرطن. شنو؟ حوسه. حوسه. كذا اتكلم للناس تسلم عليهم بالحوسه. اي سلم عليهم قول لهم يا اخي ان شاء الله انتم كويسين. احنا في الحي عبد الله كويسين. كيف كنا غلو؟ تمام الحمد لله. بردارك. كنا غلو ان شاء الله كويسين. لا لا يا دقيقه. كيف كنا غلو؟ اه اي كنا غلو. دوينا غيشكم. اي موت انا حي عبد الله. ايوه. اي دوينا غيشكم. اي دابا جينا كسكس. ما في غنى بالرطانة؟ في اي والله في ما بتعرف. هيا تهو تهو يا كي تهو يا كي ارجع تعدي انا في شي دير مرنا او رنا تيا تهو تهو يا كي تهو يا كي ارجع او رنا نوايي تهو يا كي ارجع سو ان انت وايي تهو يا كي ارجع موت ان انت واچيچي تهو يا كي ارجع تعدي انا في شي دير مرنا أصهر لي تعالي أورن النوايه أورن مياكوزا إريس نقرب تعالي إريس نقرب. ها ما قال لها نزرة بس إن شاء الله بالعين البايزة يعني. أيوة ده ما كده ما كده ما هو ما قال يعني بيزعل فيها بتزعل فيه وقالوا هي قبضته. قالت لي واسمع يا دوما أنا مشيت لي الفقي قال لي معاك واحدة صفرة طويلة وماشين عليك دارف. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله.
كذب منجمون ولو صدقوا نحن ماشيين كسلة يعني أكد إنه ماشي ماشي والله نحن بنحييكم ونزعد إخواننا نكون معهنا في الحاج عبد الله سألنا عن فنان معروف من أبناء الحاج عبد الله قدم وما زال يقدم عطاءه السر في مجال الأغنية السودانية في كافة الأجهزة الإعلامية والمحافل الفنية. الإجابة يا إخواننا وزوجها الإجابة صاحبي يكسب معنا جائزة. عمنا تعال عمنا عوض الباري عبد العزيز عوض الباري عبد العزيز قال هو الفنان عثمان الأطرش. إجابة صحيحة صفقة لعمنا عوض الباري يا إخواننا. نمشي العربي نشوف الجاي. عمنا عوض الباري عبد العزيز قال هو الفنان عثمان الأطرش. نحن سعيدين نكون في الحاجة عبد الله وإجابتك إجابة صحيحة والله وأنا عجبتني الغنية تهويا بس ما حافظة يعني هاي والله يعني أهلنا الهوسة يا إخواننا اشتهروا بالغناء الجميل بروحنا الحلوة ونحن بنحييهم وبنشكر مشاركتنا. عمنا عبد الباري نفتح العربية نشوف الجائزة بسم الله. طب حار يا إخواننا أيوة طب رغم طول الطريق وبعد المسافة ولكن الحفاوة والكرم الفياض كانت العنوان الأبرز في رحلتنا الليلة من ولاية سنار إلى ولاية الجزيرة. مررنا بديم المشايخة مررنا بفارس مررنا بالحاج عبد الله ود الحداد حفاوة واستقبال وطرحاب ما مرينا على الناس كلهم لكن برضو قلنا في الطريق نزور حبة حبة القحة ولا صمت الخشو من كل غيس قطرة. نتمنى أن نكون استمتعنا بزيارتنا للمناطق دي تكونوا استمتعتوا معنا يعني بنعتذر للناس اللي ما زرناهم في الطريق وإن شاء الله الجايات أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى جديد اللي غابت ركم في رعاية الله وحفظه بقول لكم دمتم في أمان الله.